أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما تزال قضية فلسطين أم القضايا، وما زال المسجد الأقصى عنوان الصراع، وفي ظل المحاولات الصهيونية الحثيثة لهدمه وتهويد الأراضي من حوله تتجدد الحاجة للتذكير بمكانة المسجد الأقصى في الإسلام ودور المسلمين حاليا في الدفاع عن قضيته. يسرنا أن نستضيف معنا لنقاش هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور فضل مراد، أمين لجنة الفتوى في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور فضل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، حياكم الله شيخنا. بداية شيخنا، السؤال: هل طبيعة الصراع في المسجد الأقصى في فلسطين، هل هي بين مسلمين ويهود أم بين المسلمين والصهيونية؟ أولا يجب أن نعلم أن الإسلام هو دين السلم والسلام، وأن هناك علاقات دولية وأممية وإنسانية لأمة الإسلام مع غيرها، وهي قائمة على 6 أصول بالاستقراء من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة. فأهم هذه الأصول في العلاقات أولا هي علاقة بيننا وبين بني الإنسان قاطبة من مختلف الديانات ومن مختلف التوجهات. أولا هي علاقة تعاونية لعموم قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا التعاون عام فيشمل جميع التعاون الإنساني بيننا وبين الأمم. وأما كذلك قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، لم يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للمسلمين أو للمؤمنين أو لإخوانكم، وإنما قال وللناس. فهو دين المحاسن ودين المكارم، وكذلك منها أنه دين العدل. العلاقة بيننا وبينهم قائمة على العدل، وهذا العدل يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فديننا كذلك العلاقة بيننا، يجعل العلاقة بيننا وبين الغير هي علاقة العدل. ويقول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهي علاقة عدلية إحسانية. وكذلك علاقة متكافئة، يعني ند لند، وهي علاقة يعني تبادلية، يعني إذا من أحسن إليك أحسن إليه، ومن قدم لك معروفا قدم إليه معروفا. من ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. العلاقات بيننا وبين الأمم، العلاقة الحربية استثناء، وهي آخر العلاقات ولها أسباب ومسببات. إذن فليست العلاقة بيننا وبين اليهود أو النصارى أو الكفار أو الملاحدة علاقة حربية، إنما هي علاقة سلم، علاقة تعاون، علاقة تعريف بدين الله سبحانه وتعالى، علاقة فضائل ومكارم. تأتي العلاقة الحربية في آخر السلم، وهي استثناء لا أصل. ولذلك الأصل دعوة كل كافر، وليس الأصل قتال كل كافر. هذه القاعدة قاعدة خاطئة جدا ولا تقرها الشريعة، بل الأصل دعوة كل كافر. كل العالم من غير المسلمين دعوتهم، وكذلك دعوة المسلمين إلى التقوى، إلى تذكيرهم بدينهم، فالدعوة عامة. فلذلك هناك مبررات لفرضية الجهاد في سبيل الله وللقتال ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبالاستقراء هي في القرآن الكريم في 12 سببا. هذه الأسباب، أهم هذه الأسباب والمبررات ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع. فأول
سبب من الأسباب، يعني أن فرض الجهاد في سبيل الله، وهنا أذكر قبل أن أتكلم عن فرض الجهاد، لماذا تحذف الأنظمة كتاب الجهاد من المناهج التعليمية؟ الحذف كان خطأ لأنه سبب إرباكا للجيل. الجيل استطاعت جهات معينة حينما حذف كتاب الجهاد من التعليم أن تتخطفهم الأفكار الشيعية المتطرفة، وكذلك الأفكار الجماعات الأخرى المتطرفة، فظنوا أن الجهاد هو في أفكار معينة هو أن تقتل بطائفية، وظن آخرون أن الجهاد هو أن تقتل من كان كافرا، هذا خطأ. فهذه الأفكار المتطرفة نتيجة لأن النشأة ولأن الجيل لم يقرأ كتاب الجهاد الذي هو عبارة عن استثناء فقط. إذن يجب علينا أن ندرس أبناءنا لأنه فرض واجب مدلل ومعلل مسبب، فهو فرض معلل مسبب. فأولى أسبابه أذن للذين أو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالعلة الأولى قتال من قاتلك، ثانيا أصحاب المظلوميات الذين يقاتلون، وليس كل صاحب مظلومية يقاتل إلا إذا قتل، ولذلك يقول الله أذن للذين يقاتلون. لماذا؟ قال بأنهم، والباء سببية أي لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ركز على أهم سبب للدفع وللقتال وللمقاومة، فقال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا ينطبق انطباقا تاما على ما يجري من تهجير في فلسطين لإخواننا، فهؤلاء أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أموالهم. هجر الشعب الفلسطيني منذ القرن الماضي ودخول الصهيونية، الحركة الصهيونية الخبيثة، ومن يدعمها من الدول الكبرى ومن يقف وراءها. فإذا هذا التهجير جعله الله سبحانه وتعالى مبرر للدفاع، دفاع عن الـ عن الـ عن الـ عن الـ الأرض، دفاع عن المنزل، دفاع عن المال، دفاع عن النفس. ثم بيّن سبحانه وتعالى على إثر ذلك سنة المدافعة، قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. انظر إلى التوصيف الذي شمل حماية الأديان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، هذه للنصارى، وبيع، هذه لبعض الجماعات، وصلوات، هذه لليهود، لأن الصلوات يعني من الصلوت، الصلوت هي معبد اليهود، وكما قال أهل التفسير، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. فقال أن السنن التدافعي يحمي جميع أصحاب الأديان، فلذلك كانت سنة الدفع. ثم بيّن سبحانه وتعالى بعد ذلك الثلاثية الهامة للتمكين في الأرض، وهي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي الجانب المالي والتكافلي، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، بما يشمل جميع أسباب إزالة أسباب الفساد والإفساد التي تؤثر على النهوض وتؤثر على الإعمار. فهذه أسباب رئيسية ذكرها في موضع واحد. كذلك من الأسباب التي والمبررات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للدفع وللدفاع وللمقاومة، قوله سبحانه وتعالى قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني أنه من قاتله ولا تعتدي، لا تبدأ أنت بالقتال، ولكن فبين سبحانه وتعالى أن من أسباب المقاومة والجهاد والقتال، ونحن نسميها مقاومة والله سماها جهادا في سبيله، حتى يعني أصبحنا في الحقيقة إما أن نستخدمها ضعفا، لأن هذا الضعف هو نتيجة لما نحن عليه من فرقة ومن شتات ومن تشويه لمعنى الجهاد في سبيل الله، وما فيه من عدل وما فيه من رحمة وما فيه من دفاع عن المستضعفين. ثالثا الدفاع عن المستضعفين، يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، وقد رأيت يعني الجيش الإسرائيلي كيف أخذ نساءنا ويسحلهن ويجردهن من
من حجابهن، وكيف يسحبهن من وسط أسرهن، وهذه كافية كافية في ما تفعله المقاومة من رد ومن دفع ومن ردء ومن درء للمفاسد العظيمة. لأن الله يقول ما لكم، وهذا في أسلوب تهييج وأسلوب إلهاب، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهذا كذلك جانب هام للقتال في سبيل الله. إخواننا الذين في فلسطين جانب كثير منهم مستضعفون في الأرض من الرجال والنساء والولدان، فلذا فهذا سبب آخر. الرابع كذلك رد على الاحتلال. أين ذكر الاحتلال في القرآن الكريم؟ ذكر في مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم وقد بيناها، ومنها قوله سبحانه وتعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذه صريحة بإخراج الاحتلال. فشرع الله سبحانه وتعالى الدفع، شرع الجهاد، شرع المقاومة، شرع إخراج الاحتلال من الأرض الإسلامية وبهذا النص وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. ورغم هذه النصوص الكثيرة في الجهاد في سبيل الله، ففيه من العدل وفيه من الإحسان وفيه من الرحمة. لا يوجد وحشية في الإسلام، ولا يوجد قتل للنساء والصبيان كما يصنع هؤلاء المجرمون المعتدون الذين خالفوا الإنسانية. يعني يوجد قتال، لكن القتال فيه وخالفوا القوانين الدولية. علاقتنا مع الناس لخصها الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة في آيتين، فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمن لم يقاتلنا في الدين ثانيا ولم يخرجنا من ديارنا فالأصل معه البر والسلام، أن تبروا والقسط، وأن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. لكن في الاتجاه الآخر، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، فركز على هاتين الخصلتين مرة أخرى وزاد ثالثة، وظاهروا على إخراجكم، وهي الدول التي تعين على إخراج المستضعفين في فلسطين وفي غيرها، وتظاهر بالمال وبالتصريحات وبالمواقف السياسية وتعطل القرارات. هؤلاء من نحن منهيون عنهم، الذين يعطلون قرارات الإدانة، الذين يقفون مع وحشية العدو الصهيوني، هؤلاء من المظاهرين، والمظاهرة معناها المعاونة، وهذا عام حتى لو كان المظاهر مسلما. قال أي أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلذلك الذين ظاهروا من العصبة العربية أصبحوا في خندق آخر، في خندق الطرف الآخر. والله عز وجل ذكر ذلك عن مواقف المنافقين في ظل تبريرات ومواقف. قال الله سبحانه وتعالى لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يقولون ما في، لا يوجد قتال في غزة، هناك صواريخ عبثية، هناك عدوان من المقاومة، نريد أن تمسح حماس من على وجه الأرض، نريد أن تمحى غزة. هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى عنهم في أوصافهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. نعم. لذلك ينتبه نعم شيخنا، لو سمحت لمؤسساتهم لأموالهم المتدفقة إلى المسجد الأقصى. نعم شيخنا، بس يعني نحتاج تنويه بفضائل المسجد الأقصى، ما هي مكانة المسجد الأقصى في الإسلام؟ وأذكر الإخوة المشاهدين أن هذا البرنامج ليتفقهوا في الدين، الاتصالات متاحة إن شاء الله لذكر أسئلتهم. تفضل شيخنا، مكانة المسجد الأقصى في الإسلام. لو لم يكن من فضائل المسجد الأقصى، نعم، فضائله واضحة في القرآن والسنة، منها أنه المسرى، ذكره الله سبحانه وتعالى بالاسم، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهو مسجد مبارك حطت فيه رواحل الأنبياء، والله سبحانه وتعالى ذكره في مواضع من كتابه أنه موضع مبارك.
قال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وقال عن لوط وعن كذا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتظلل الشام بأجنحتها، ودعا للشام ولليمن، فقال اللهم بارك لشامنا ويمننا، اللهم بارك لشامنا ويمننا. فالشام أرض مباركة، وهي أرض تاريخية عظيمة، فتحها المسلمون وتعايشوا مع من فيها من مختلف الديانات. لا يظلم في دولة الإسلام أحد، لا يظلم عندهم أحد. وقد دخلها عمر وأخذ ينظف ويقوم ينظف الصخرة من الأوساخ بعد أن بينها له كعب الأحبار، وفيها مقابر للصحابة، وقد ذهب إليه الكثير من العلماء من التابعين وغيرهم كمكحول والأوزاعي وكالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى والإمام أحمد، وأقوام لا يحصون من الذين ذهبوا إلى بيت المقدس. بل قال الغزالي حينما زار بيت المقدس في عام 488، قال لقد رأيت 300 حلقة تدرس، لقد رأيته 300 شيخ في المسجد الأقصى، يعني يدرسون هناك. فكانت عبارة عن مكان علمي وعن مكان حضاري، واهتمت بها الدولة شيخنا لو سمحت لنا في مختلف مراحلها، نعم، عمر على الدولة الأموية. لو سمحت لي شيخنا السؤال عبر الواتساب، ما هو مفهوم الولاء والبراء في ظل الصراع الحالي؟ الولاء والبراء، اولا انا ادعو المؤلفين في العقيده ان يفردوا او ان يضيفوا لكتب العقيده التي الفت قديما للرد على الماتريديه والرد على الاشعريه والرد على غيرها الجهميه والرافضه، ان يضيفوا فيها اضافات منها الفرق المعاصره، الفرق الإلحادية والفرق العلمانية وفرق المنافقين، وكذلك أن يضيفوا لها موضوع الولاء والبراء، فهو من أهم المواضيع اليوم. والله سبحانه وتعالى قال من يتولى منكم فإنه منهم، لا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الولاء والبراء شيء هام، وفيه تتمايز الأمة، وفيه ومن فوائده إضافة إلى التمايز أنه تنفيذ لفرض من الفرائض، أنه كذلك يقوي شوكة الأمة ويطهر صفوفها من الدخلاء. وحينما تتكاتف الجهود على قلب رجل واحد هنالك يتنزل النصر، لأن من منغصات النصر من موانعه ومعوقاته ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نعم نعم. حكم التطبيع التي تقوم به بعض الدول مع الكيان الصهيوني؟ التطبيع، ما هو التطبيع؟ بعض الملبسين، وأنا أدعو العلماء الذين باركوا هذه الخطوات تحت مسمى السلم والسلام، الإسلام لا يمكن أن يلبس عليه ملبس. الله سبحانه وتعالى حذر العلماء من ذلك، من زمن بني إسرائيل إلى أن أنزل ذلك في القرآن، فقال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فمجالس السلم التي أنشئت في الدولة الفلانية والدولة الفلانية واجب عليها الآن أن تبين، أما أن تلبس الحق بالباطل وأن تخلط تخليطا فقهيا تلبيسيا، فتخلط المعاهدات السلامية التي أقرها الشرع مع غير المسلمين، أن تخلطها مع التطبيع الذي هو استسلام ووهن يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. فكيف نجمع بينها وبين قوله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها؟ هاتان آيتان ظاهرهما التعارض، وليس كذلك، فإن أحداهما يبين الله فيها أن السلم والسلام إذا كان بوهن وضعف وتقوية للعدو فإنه لا يجوز، ولذلك قال ولا تهنوا ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال في المقابل في حالة بدء العدو
بذلك وعدم وهننا وعدم ضعفنا، قال سبحانه وتعالى: إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فالتطبيع يضيف قوة عسكرية، يضيف قوة اقتصادية، يضيف قوة سياسية، يضيف الكثير من المعاني، يسقط الحقوق، يسقط حق الفلسطينيين في العودة، يسقط حق العربي، حق المسلمين في العرب في 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 القضية الفلسطينية. فإذا التطبيع هو مفاسده ظاهرة جلية، والتخليط بينه وبين المعاهدات هو نوع من التدليس على الأمة، وسيسأل من دلس ومن حرف وأول. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيجب بيان ما في القرآن، فإن لم يبين فالعالم ملعون. وشروط توبته ليست كشروط توبة العامة، بل ذكر الله له ثلاثة شروط: الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيجب أن يصلح ما أن يتوب عن كلامه، وأن يصلح ما يأتي، وأن يبين ما كان من زلل في فتاواه السابقة وما ترتب عليها من مفاسد عظيمة في عقول الأمة وفي حقوقها. نعم سيدي، ما هو دور الشباب المسلمين الآن في ظل هذه الموجة التعاطفية الإيجابية مع المسجد الأقصى؟ ما هو دور الشباب وما هو دور بقية المسلمين في العالم الإسلامي تجاه قضية فلسطين والمسجد الأقصى؟ الدور ينقسم إلى قسمين رئيسيين: دور تعبئة ودور إعداد، الدور التعبوي والدور الإعدادي. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كلمة من قوة تفيد قوة العموم ونصية في العموم، يعني أي قوة. والقوات اليوم التي هي في الجانب الإعدادي أربعة قوة يجب على الأمة أن تعدها. أول واجب هو القوة العسكرية، لأن الله قال: من قوة ومن رباط الخيل، زاد أكد على رباط الخيل. وهنا فهم خاطئ لرباط الخيل، لأن بعضهم فهمها على ظاهرها وقال: قد مضى رباط الخيل، وليس كذلك، وإنما هي كناية. لأن العرب تقول إذا أرادت أن تصف الرجل بالكرم تقول: فلان كثير الرماد. وكثير الرماد معناه أنه يوقد نار ويكثر ضيفانه. وكذلك يقول في فلانة إذا أرادوا أن يصفوا جمالها: فلانة بعيدة ما هو القرد، يعني أنها طويلة العنق. وهكذا يقولون: فلان أهل خيل وأهل رباط خيل، يعني أهل حرب. ولذلك هذا من الكناية، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل هو معناه القوة الحربية، سواء كانت خيلا أو إبلا، سواء كانت دبابات أو تصنيع حربي أو غير ذلك. فلذلك أول قوة هنا هي القوة العسكرية، والقوة العسكرية المفروضة اليوم على المسلمين بأمر أو بأمرين. الأمر الأول تصنيع قوة عسكرية لا استيرادها فقط، بل تصنيعها تصنيعا يضاهي ويساوي في أقل أحواله القوة المعاصرة. لأننا إذا صنعنا أكثر أقل من ذلك فإننا لا نكون قد قمنا بالواجب الشرعي في ذلك، لأننا نستطيع، لأن الله علقها على الاستطاعة، ونحن نستطيع أن نصنع الطائرات ونصنع الدبابات ونصنع الأسلحة الحديثة ونصنع السلاح النووي. والسلاح النووي إنما يستخدم للردع، لا يستخدم في المعارك إلا لمن ظلم نفسه، إلا لمجرمي الحرب كالولايات المتحدة الأمريكية حين استخدمتها على المدنيين في وقتلت الملايين في الأرض بواسطة هذا السلاح الخبيث. فلا يجوز حتى للمسلمين استعماله، ولكن تصنيعه واجب ليكون سلاح ردع. ثانيا، أن تشكيل قوة عسكرية إسلامية، وقد دعا إلى هذا من محاسن دعوة الشيخ الأزهر، فإنه دعا قبل أيام إلى في خطبته أو الأزهر دعا في إحدى خطبه
إلى تشكيل قوة عسكرية إسلامية، وهذا من الواجبات وليست دعوة سياسية أو دعوة اعتباطية أو دعوة استحسانية أو جمالية، وإنما هي من فرائض الأعيان على الدول ومن فرائض الأعيان على الرؤساء. كل الرؤساء عليهم فرض عين وهو إنشاء هذه القوة العسكرية، فلأنهم ينوبون عن الأمة، فواجب إنشاء هذا الحلف الكبير. إذن الواجب العسكري بشيئين، الشيء الأول بصناعة تساوي أو تفوق الصناعات الحربية المعاصرة، ويأثم كل الرؤساء وكل زعماء الدول إن قصروا في ذلك. الثاني إنشاء هذا الحلف العسكري تحت أي مسمى، المهم أن يكون لدينا حلف عسكري يضاهي الأحلاف المعاصرة، وعندنا حلف الناتو وعندنا أحلاف أخرى. ثانيا القوة الاقتصادية، ونحن أقوى قوة اقتصادية في العالم لو اجتمعنا، فإن معنا من الموارد والإمكانات والمعابر والموقع الجغرافي والثروة البشرية والثروة المائية والثروة النباتية والحيوانية والثروة الباطنة ما لا تملكه الدول إذا في حال اجتماعنا. إذن فهذا أمر لا بد منه. القوة الثالثة هي القوة الوحدوية، قوة الوحدوية. هذه القوة الوحدوية هي اجتماع الأمة على في حلف سياسي. هذا الحلف السياسي يمكن أن يكون برلمانيا، يمكن أن يكون كمثل الجامعة العربية فكرتها حسنة لكن أفعالها سيئة، فهي نواة كان هدفها أن تكون نواة لاجتماع العربي قاطبة لاتخاذ مواقف واحد، ولكن إلى الآن لم تتخذ الجامعة العربية موقف يعني موحد قوي، إلا تصريحات وتنديدات شأن المؤتمرات. يعني إذا كان هناك مؤتمرات اقتصادية، مؤتمرات إعلامية، يخرجون بتوصيات وبتصريحات، فهذه شأن الجامعة العربية اليوم، وهو خطأ فادح بل إثم عليهم. فهؤلاء المجتمعون في الجامعة العربية آثمون لأنهم ارتكبوا خيانة كبيرة للأمانة التي أعطيت لهم. إذن فواجب عليهم هو تفعيل هذه الجامعة العربية حلفا سياسيا كبيرا، برلمانا عربيا كبيرا، اتحادا كالاتحاد الأوروبي يضم الاتحاد عسكريا، هذه القوة الثالثة اقتصاديا. هذه القوة الثالثة، ما هي القوة الرابعة شيخنا؟ القوة الرابعة هي القوة التعليمية والصناعية. القوة التعليمية والصناعية، القوة التعليمية. لماذا تذهب أجيالنا إلى الغرب للتعلم، وكان الغرب يأتي إلى بلادنا؟ لماذا ليس عندنا القوة الصناعية ونحن نمتلك جميع المقومات؟ فهذه القوة الأربع التي يشملها قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذا هو واجب الإعداد، وهو الواجب الرقم واحد. لأنك سألتني ما الواجب على الأمة وعلى شبابها، فهذا الواجب رقم واحد. الواجب الثاني هو ما يسمى بعد الإعداد يسمى بالتعبئة، التعبئة الجهادية، تعبئة الهوية، التعبئة الوطنية، التعبئة الإيمانية. من أين أخذنا التعبئة؟ من قوله سبحانه وتعالى وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فانظر كيف ربط بين مجرد التحرير وبين مآلات هذا التحرير وبين مؤثرات هذا التحريض. فقال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. بمجرد اليوم أن يخطب أبو عبيدة وأن يتكلم وأن يصدر بيانا، وكذلك قادة المقاومة يصدروا بيانات، هذا له أثر عظيم في نفوس الشباب، في نفوس الجيل، في نفوس الأمة. لقد رأينا اليوم، لو سمحت لنا بفاصل ثم نعود لهذا الموضوع، استكمال هذا الموضوع المهم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية. قاف التفاعلية، تواصل على مدار الساعة. لبست الحجاب أول مرة وأنا طفلة في السادسة، فرحت به آنذاك لأنه كان شيئاً جديداً يجعلني أشبه أمي، لكنني لم أفهم كثيراً ما هو ولماذا علي أن أرتديه. قالت جدتي إنه يحفظك. هل حقاً يحفظني؟ ومن أي شيء؟ هل يعصمني من الخطأ؟ ماذا لو لم أكن مقتنعة تماماً به؟ هل حقاً هذا الحجاب هو الذي سيحدد علاقتي بالله؟ تقابلنا الكثير من الأسئلة، نبحث لها عن إجابات، قد نصل أو نتعثر، وربما اكتشفنا أننا كنا نبحث في الطريق الخطأ. الشمس المضيئة واحدة، والنور واحد، والدين هو النور، نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم. قاف، قلب سليم. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قاف التفاعلية، معك أينما كنت. لا شك عندي في ضرورة تحري الحلال والحرام في البحث عن الصواب بين كل هذه المتغيرات، وأعلم أن الدين يؤخذ من العلماء، لكنني لم أعد أثق في أحد. فتاوى يخالفها أصحابها، وآراء يرجحون عنها، مواقف واختيارات تجعلنا في حيرة. من يملك الصواب؟ مرت علينا لحظات نتيه فيها، تغمرنا الأفكار والأسئلة وتملأنا الحيرة. هل يمكن أن نعرف الطريق وحدنا؟ أشرق النور وبلغ الرسول، فأحسن البلاغ، وتبعه الصحابة والتابعون، يحملون الرسالة من كل جيل عدول، علماً وعملاً بهم نقتدي وعلى آثارهم نسير. قاف، علم وعمل. اقرأ، لا فعلا مجردا بل باسم ربك. اقرأ ما في الكون باسم ربك، واقرأ ما في الكتاب باسم ربك، واجعل حياتك كلها لاسم ربك. قاف، اقرأ.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا والإجابة عن أسئلة الإخوة المشاهدين مع فضيلة الدكتور فضل مراد. مرحبا بكم فضيلة الدكتور فضل. السلام عليكم، تسمعوني دكتور فضل؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا وبارك الله فيكم. أكرمكم الله شيخنا. شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. نعم معك نعم تسمعني. الأخ سعيد من فرنسا يسأل، هل يجوز صلاة المغرب والعشاء جمعا بعد الأذان بعشرين دقيقة ثم نصلي ما تيسر، لأن أذان العشاء على الساعة 10 وحظر التجول يبدأ من 10؟ بالنسبة لصلاة للجمع بين الصلاتين، ذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى جوازها في حال الحرج كحصول المطر ونحو ذلك، وإذا كان هناك مثلا حرج عليهم أثناء الحظر في أوقات معينة فإنه يجوز، لكن إن استمر الحال وضع فإنه يرجع إلى الأصول، والأصول هو التوقيت، تصلى المغرب ثم بعد ذلك يذهبون ويرجعون إلى بيوتهم، ويصلي كل واحد أو في جماعة في بيته يصلوا صلاة العشاء جماعة مع أهليهم، فالتوقيت هو الأصل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع لحتى لا يحرج أمته نادر، ولذلك السنة فيه أن يكون على وجه كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من القلة والندرة، لا أن يتخذ سنة ويتخذ عادة. نعم شيخنا. يسأل عن حكم المذي، أحيانا يخرج منه المذي ويتوضأ ثم وقبل أن يصلي يخرج منه المذي مرة أخرى، ماذا يفعل؟ أولا المذي نجس بلا خلاف بين أهل العلم، ولذلك يغسل، وما جاء من الأحاديث بالنضح فإن معناها الغسل، ما جاء في رواية أخرى، وقد جاء من حديث علي كنت رجلا مذان فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته من قال قل له أن اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل ذكره، ولذلك وأن يغسل ما أصابه منه كذلك لأنه نجس، وينضح بعد الغسل حتى يدفع الوسواس. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية إن كان به سلس، إن تحول إلى سلس وهو دوام خروجه وكثرة خروجه سواء كان في صلاة أم في خارج الصلاة، فإن هذا يعد من كصاحب السلس، وصاحب السلس حكمه أنه يتطهر ويبلغ في الطهارة ثم بعد ذلك يستثفر ولا شيء عليه إن خرج منه بعد ذلك. جميل. معنا اتصال أبو حمزة من المغرب. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أبو حمزة، تفضل. نعم الشيخ يسمعك، تفضل. نعم أريد أن أعرف، هل صلاة التسابيح هل هي موجودة في السنة، وكم عدد ركعاتها وكيفيتها؟ نعم. هناك سؤال آخر أبو حمزة؟ والله هناك. طيب. أيضا هل يمكن أن أسأل سؤال آخر؟ تفضل. كما هو معلوم أن بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر هناك أذكار منها قول لا إله إلا الله 10 مرات، هل هناك حديث ثابت في قول مثلا اللهم إني أسألك الفردوس على 7 مرات، هل هذا في السنة أم لا؟ نعم تسمع الجواب إن شاء الله بإذن الله. نعم شيخنا، يسأل الأخ أبو حمزة عن صلاة التسابيح، ما حكمها وما دليلها؟ بالنسبة لصلاة التسابيح اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من صحح أحاديثها ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ومنهم من أبطله، وله طرق، فمنها طرق ضعيفة ومنها حسنة ومنها صحيحة، وهي
إذا اخترنا صحتها فيؤديها ركعتين ولها كيفية معينة مذكورة في كتب السنة، وهي أن يسبح لله سبحانه وتعالى قبل أن يقرأ الفاتحة 15 مرة، ثم بعد أن يقرأها 15 مرة، ثم عشرا 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 في كل هيئة من هيئات. فإذا سجد ذكر عشرا يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قال سمع الله لمن حمد عشرة، وإذا سجد عشرة، وإذا قام عشرة، وإذا سجد عشرة، فهكذا وهكذا في الركعة الثانية. هذه صلاة عظيمة يؤديها الإنسان ولو في عمره مرة، على وفضائل الأعمال يكتفى فيها بصحة السند، أو يكتفى فيها بحسن السند، أو حتى إذا كان السند فيه ضعف يسير، فلا بأس بعملها لأنها من فضائل الأعمال. أما بالنسبة لسؤال الله الجنة سبعة والسعادة من النار سبعة، فقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال ذلك من استعاذ بالله من النار سبعا عوذه الله، ومن سأل الله الجنة سبعا يعني حين يصبح حين يمسي إلا قالت الجنة أو دعت الجنة أو أجاب الله له ذلك أو بهذا المعنى، فالحديث في ذلك صحيح. نعم، الأخ من المغرب يسأل عن معنى القوامة، وأن القوامة أحيانا تستغل من قبل الرجال وربما يقعون بظلم النساء، فما هو تحديد معنى القوامة، وما هو يعني ما هي ضوابط هذه القوامة التي على المرأة أن تخضع لها فعلا لأنها أمر من الله سبحانه وتعالى؟ الإسلام عامل المرأة أجمل وأعظم معاملة، فأولا أخرجها من الإطار الذي كانت فيه، وهي كانت في الجاهلية من امتهان ومن تورث كما يورث المتاع وتقتل وتدفن ونحو ذلك، فأخرج أولا فساواها في النسق الأول، فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وهذا عام، وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنا خلقناكم يا بني آدم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، فجعل التفاضل هو في ميزان التقوى فقط بين الذكر وبين الأنثى وبين بني البشر جميعا، ثم بعد ذلك بين لهم أنهم من نفس واحدة، وحرم التبعر وجعلها من أوصاف الكافرين التمعر بمن بشر بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، حرم ودها، وكذلك جعلها آية من آياته، ولا يوجد دستور ولا قانون في العالم يجعل المرأة آية إلا في القرآن، قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فأي دستور في العالم ينص على هذا وأي قانون؟ فالإسلام أعلى من شأن المرأة أيما إعلاء. وأما بالنسبة للقوامة فهي مسؤولية، معنى الرجال قوامون على النساء يعني أن الله كلفهم بالإنفاق، ولذلك قال بعدها بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، فضل الله سبحانه وتعالى، قد فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهي المسؤولية عنها، فهو مسؤول عنها وعن الإنفاق عليها وعن طعامها وعن شرابها وعن صحتها وعن الإنفاق على ولدها وعن درء جميع المفاسد عنها وعن جلب جميع المصالح لها، فالقوامة هنا هي مسؤولية وهو تكليف، وكذلك من جهة أخرى هو تكليف للمرأة من جهة أخرى تكليفا تكامليا، فالرجل له بابه من مسؤولياته الإنفاقية الواجبة ومسؤوليته أمام السؤال القضائي، حتى أمام السؤال القضائي هو مسؤول عن أسرته وعن تربيتهم وعن الإنفاق عليهم، كذلك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وكذلك هي مسؤولة وراعية في بيتها كما قال سبحانه وتعالى والمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فلها رعية والرجل له رعية. نعم شيخنا، ما حكم الجمع بين الصلاتين عند الخوف لأهلنا في غزة؟ يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، فإن صلاة الخوف ذكر لها أبو داود 14 كيفية، وأبو داود هو أكثر من استوعب من أهل السنن أنواع صلاة الخوف، وإنما هذه الكيفيات المتنوعة والاختلاف مواضع الحرب والاختلاف أنواع المعارك
والاختلاف الظروف والأحوال الأمنية والخوفية والسلمية والدفاعية. وخلاصة ثلاثة أنواع كبيرة، فمنها ما جاء في غزوة الخندق، وبعضهم يقول أن هذا قد نسخ ولا أرى ذلك، فإن الذين قالوا هو منسوخ لم يأتوا بدليل شرعي واضح عن النسخ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق صلى شغل وهو مرابط عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وعن صلاة المغرب، ثم صلى الجميع بعد المغرب، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم بعد ذلك صلى العشاء. فإذا يجب، فهذا نوع من الأنواع في حال اشتداد القتال واشتداد الخوف، كما يحصل في أهل غزة إذا شغلوا بالرباط في سبيل الله كالمقاتلين المرابطين وكالمدنيين الخائفين، فيجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب. وكذلك هناك صلاة أخرى ونوع آخر هي صلاة المسايفة، وتكون حتى بالإيماء، ففي حال هدير الدبابات وحال حال القصف الجوي فيجوز صلاة، تجوز صلاة الخوف ولو بالإيماء، ولو بالإيماء، فيومئ إيماء ويتم صلاته ويجمع بين الصلاتين. والنوع الثالث أنواع متعددة ذكر الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله. فالخلاصة يجوز لإخواننا في غزة أن يجمعوا الصلاتين وأن يصلوا أي كيفية من صلاة الخوف بحسب أحوالهم. نعم، هل تعتبر الجمعيات المناصرة للقضية الفلسطينية من مصارف الزكاة؟ هل يجوز دفع الزكاة لهذه الجمعيات؟ الزكاة لها مصارف ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأهل غزة، أهل غزة فيهم الفقراء وفيهم المساكين، وقد تواصل بي جماعات من وبينوا لي الحال هناك لإصدار فتوى في ذلك، وقد أصدر فتوى الحمد لله جماعات من العلماء وللاتحاد العالمي فتوى صدرت في تقريبا اليوم أو أمس في جواز تقديم الزكاة لهم، لأن هناك لأنهم يدخلون تحت مصارف، تحت أسهم عديدة في منها الفقراء والمساكين. وفإن لم ففي المصرف الآخر وهو قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، وقد اتفق جميع العلماء على أن في سبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله، فأهل غزة من المرابطين من المجاهدين فتدفع لهم الزكوات. الأخت زينب تقول تزوجت على من رجل على أساس أنه متدين، وبعد الزواج لاحظت مشاكل كثيرة ويريد منعها من الدراسة ويرفض أن تعمل، فبماذا تنصحونها وما حكم فعله، وهل يجب عليها أن ترضخ وتستجيب لهذا المنع؟ من محاسن الشريعة الإسلامية أنه جعل سياجات كثيرة ومراحل كثيرة لحلول المشاكل الزوجية. فأولا في ما أول شيء هو كما الرؤية، الرؤية، وبعد ذلك أن يكون هناك تراض، ثم بعد ذلك إذا حصل العقد بينهما كما هو كما تقول صاحبة السؤال، ولا لها كذلك ترتيبات معينة منها الوعظ ومنها التذكير ومنها إرسال الحكمين. يعني فننصح هذه المرأة بجلسة تفاهمية تشاورية مع زوجها، يتفاهمان في جو هادئ وفي جو طيب، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك إن لم يكن ذلك كذلك فإنهم ينتقلون إلى مرحلة أخرى، وهو حكم من أهله وحكم من أهلها، فيحكمان حكمين عدلين من الطرفين، من طرف أهل المرأة ومن طرف أهل الرجل للإصلاح بينهما، وسيصلح الله سبحانه وتعالى شأنهما. ولا أريد أن أرتب بقية الأمور لأنها بعد ذلك فيها من الترتيبات الخلع والطلاق أو التشاور غير ذلك، ولا نريد أن تصل الأمور إلى هذا، وإنما أنصح إما بجلسة تشاورية بينهما، فإن لم يكن ذلك كذلك فليحكما عدلين من أهلهما. نعم شيخنا، في بعض المعاملات المالية
يستأجر الإنسان بيتا ويدفع لصاحب البيت رهن، وهو الاسم رهن لكن عمليا هو مبلغ كبير من المال يستفيد منه صاحب البيت ويؤدي له أجرة ربما تكون أجرة خفيفة، يعني ليست مقصودة لذاتها لكن المقصود إعطاء هذا المبلغ الكبير، فهل يجوز هذا العقد؟ هو يريد أن ينتفع في البيت، يريد أن يستأجر البيت. هو استأجر البيت ودفع رهنا؟ نعم دفع رهن لصاحب البيت يعني 100,000 مثلا، وعادة هذه المعاملة يجرونها من أجل أن ينتفع صاحب البيت بهذا المال، وهنا يأتي موضوع حكم الانتفاع بالرهن. الانتفاع بالرهن لا يجوز، الانتفاع بالرهن لا يجوز، فإن كان المقصود من هذه المعاملة أن ينتفع بالرهن مقابل الانتفاع بالشقة أو مقابل الانتفاع بالعقار فإن هذا من الجهالات، وكذلك اتفقت الأئمة على عدم الانتفاع بالرهن إلا في أمور محدودة، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولبن الدر يشرب بنفقته إن كان مرهونا، والظهر يركب بنفقة إن كان وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. معنى ذلك أن الذي عنده الرهن إذا كان ينفق وكذا فلا بأس أن ينتفع بنوع من الانتفاعات، أما أن يدفع له هذا المبلغ رهنا، أولا الرهن على ماذا؟ هل هو رهن على ماذا؟ لأن الشقة أصلا ليست دينا، فالمعاملة من أولها باطلة، وإنما جرت العادات على أن يوضع تأمين، هذا التأمين أن يحجز مبلغ مالي لا يتصرف في صاحب الشقة، وإنما يحجز مجرد حجزا وهو يساوي إيجار شهر أو إيجار شهرين بالكثير، أما أن يساوي أن يحجز مبلغ مالي فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، فلا يدخل في عقد الإيجارات مثل هذه المعاملات، فإن الإيجارة هي عبارة عن دفع مقابل من دفع مال مقابل المنفعة، وهذا دفع رهنا مقابل هذه المنفعة، فهذه معاملة لا تصح شرعا. نعم، ما حكم التبرع بأموال دخلها الربا؟ الأموال التي دخلها الربا أو أموال ربوية هنا مسألتان، أما التي الأموال التي كانت من الربا كانت جميعا من الربا فهذه سبيلها باتفاق أهل العلم أن تصرف في سبيل الله أو بما قاله أهل العلم المحققين أن تصرف من مختلف المذاهب الإسلامية أن تصرف في سبيل الله للفقراء للمساكين للصدقات، وقد بيّن ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام استدلالا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أطعموا هذا الطعام الأسارة لأنه كان فيه نوع من الشبهة، فلذلك قالوا إذا كان فيه حرام أو شبهة فإنه لا يملك أصلا، والملك إنما يكون بإحدى الوسائل الخمس الشرعية، والمال الربوي حرام فلا يملك، لذلك فيتصدق به في المصارف الخيرية العامة، أما إن كان فيه ربا فيحدد كم النسبة ويتصدق بالنسبة ويأخذ ما بقي عملا بقوله سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وليتق الله ولا يعد إلى الربا. نعم، شاب يسأل أنه مبتلى بالعادة السرية أو الاستمناء وهو شاب غير متزوج، ما حكم هذا الفعل؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج والذين هم لفروجهم حافظون إلا، وفي سورة المؤمنون كذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فذكر الله سبحانه وتعالى هاتين الطريقتين الشرعيتين وما كان خلاف ذلك، فقال من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فعلى هذا الأخ أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره وأن يهجر هذه العادة فإنها تضعف البدن وتضعف القوى وتدخل وساوس الوساوس إلى الشيطان وتدخل وساوس على النفس، وقد نهى عنها كافة العلماء، وإنما استثنى العلماء في مسألة واحدة
وهي في حالة الموازنات المفاسدية. الموازنات المفاسدية إذا كان الإنسان مخير بين إما الزنا أو هذا، فإنه عند ذلك يلجأ إلى هذا. لماذا؟ لأن المفسدة الكبرى القطعية تدفع بارتكاب المفسدة الصغرى والأصغر، وهذا هذه مفسدة وهذه مفسدة، إلا أن تلك كبرى قطعية من كبائر الذنوب فيدفع. ففي هذه المسألة فقط استثناء العلماء من باب الموازنات ومن باب دفع المفاسد. ولذلك ننصحه إما بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب بالصيام فقال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فعليه فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنصحه بالصوم الشرعي لا بالصوم المعاصر، لأن الصوم المعاصر هو أن يصوم إلى المغرب ثم ينشر مائدة فيها أنواع البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والعجائب، مما يعيدها جذعة ولا يفيد الصيام في شيء في هذا. فننصحه بالصيام الشرعي، وهو أن يصوم إلى المغرب ثم بعد ذلك يفطر على ما تيسر. وننصحه إن استطاع الزواج أن يتزوج. كما ننصح الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، وأن ييسروا الزواج، وأن ييسروا في المهور، حتى دفعا للمفاسد العظيمة التي أصابت الجيل. كذلك ننصح شبابنا بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض، أو القنوات التي تبيع أو تعرض الأفلام التي تستهلك الشباب استهلاكا جنسيا أو تثير أو غرائزيا تثير غرائزهم. فإن نقول لهم لا يجوز الاقتراب من هذه المواقع، ولا يجوز أن الشراء والاشتراك في هذه القنوات، فإن هذه موصلة إلى الأسباب التي حرمها الله سبحانه وتعالى شكرا. وتدخل الشباب في مفاسد نفسية وفي مفاسد دينية. شيخنا مع الأسف انتهى الوقت، لكن نريد في نصف دقيقة رسالة للأمة واجبها نحو القضية الفلسطينية. رسالتنا للمقدسيين أولا وللمقاومة ثانيا. المقاومة رسالتنا إليهم أنهم ينوبون عن الأمة في الدفاع، ونحن ندعو لهم ونثبتهم والأمة من ورائهم. وللمقدسيين دعواتنا وثناؤنا، فإنهم كذلك مرابطون ورباط في ليلة في سبيل الله، ورباط ليلة في سبيل الله خير من العبادات الكثيرة كما جاء في ذلك الحديث. وأما رسالتنا للحكام فإن واجبهم أن يتخذوا موقفا حازما حاسما تجاه غزة، لا مجرد البيانات. وأما الأمة فإن عليها أن تدعم دعما ماليا ودعما ماليا ودعما سياسيا ودعما إعلاميا. جزاكم الله خيرا دكتور فضل مراد، أمين الفتوى في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.